متى كان من الجهاد أن تتحرش بعدو قوي وخلفه أمم من القوة؟ العدو القوي يستفز الضعيف ليبيده. أنت لا تملك مقومات الحياة فضلا عن عدة الجهاد، كيف تتسبب في قتل إخوانك؟ ولذلك في آخر الزمان لا يأذن الله عز وجل لعيسى بن مريم ومن معه من المؤمنين أن يقاتلوا يأجوج ومأجوج وقد وطئوا ديارهم واحتلوها، فيأمر الله عز وجل عيسى أن يحرز بالمؤمنين إلى الطور، قال: لأني قد أذنت إلى عباد لي أن يخرجوا لا يدان لأحد بقتالهم. إذا كنت لا تستطيع فالتحرش بالعدو القوي إنما إهلاك للحرث والنسل. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: فلا رأي أعظم ذمًا من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم بل نقص الخير عما كان وزاد الشر على ما كان.